السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هذه علب، اوكي، تسمى اويل كاتش كان، علب مفرغة ما فيها اي تقنية، علب من الالمنيوم. هذا فيه فلتر، البقايا ما فيها، ولكن تقدر بعض الناس يركبوا على هذا داخله ليفة حديد على اساس انه يمسك بخار الزيت. غطى الماكينة زين راح يكون فيه هوز من الغطاء إلى الثلاجة، هذا ينحط في النص من بينهم، فيمر عليه بخار الزيت، فهو يسحب، الثلاجة تسحب، فيها سحب فاكيوم، الغطاء فيه بريشر، فيه ضغط، فأنت تسحب الضغط عن طريق الأويل كاتش كان باختلاف أنواعه باختلاف أشكاله. وظيفته واحدة، يمر الهواء محمل بأجزاء الزيت الثقيلة، بخار الزيت المفروض إنه يتكثف هني، الأجزاء الصلبة الثقيلة تكثف هني، والهواء يروح مباشرة إلى داخل الماكينة. طبعا أنا لا أستفيد منه إن لما أسحب البرشار هني أقلل الضغط اللي يصير على جاسكيتات غطا البلوف، الصدر، الصوف ورا وقدام، والكارتير، يعني انا قاعد احميهم لان انا قاعد اسحب الضغط. من جهه ثانيه تكثيف الزيت هذا، زين ليش ما اطلقه للهواء؟ ما اطلقه للهواء لان انا ابغى اسحبه. طيب اذا سحبته، المضار ان بخار الزيت يقلل من فعاليه الاشتعال بدرجه كبيره، فاحنا نبغى نتخلص من هذه الاجزاء، ما نبغى احتراق سليم، نبغى احتراق قوي. فهذا هذين يتركبوا على اي نوع من انواع السيارات وجدا سهل. طبعا الفكره ان هذه الغرفه ابرد من السياره، فبالتالي دام انه ابرد زي لما تطلع غرشه الماي من الثلاجه، الجو الرطب حقنا هاليومين بتشوفها معرقه. ليش؟ تكثف، لان دخل جاء هواء حار واصطدم بجسم بارد، فكل ما كان هذا في مكان ابرد كل ما كان افضل. اي انا عارف اغلبيه الشركات تسوي لك واحد في صدر الماكينه، انت تبغى تحطه في الصدر تبغى تستفيد من شكله شيء يرجع لك، ولكن الصحيح حطه في ابرد مكان ممكن. تقدر تحطه في الصدام مخفي، تقدر تحطه عندك داخل في الديكور، مكان اللي تبغى تمده مده، يمتد الهوز ما عندك اي مشكلة، ما راح تقل امكانية السحب. لكن المهم انه يكون في منطقة بعيدة، يعني ابعد ما تستطيع، يعني بعض الاحيان الواحد يحكم المكان، لكن بعض السيارات فيها سعة. وهذه سالفة الاويل كاتش كان. شوفوا أي أسئلة أي استفسارات، إذا عجبك الفيديو سبسكريبشن للقناة، سوي شير وعطنا لايك. السلام عليكم.